في مشكلة كبيرة ده موضوع كل الخشونة فيه ده ما يطلعش الأسانسير ما يطلعش السلم بقى يركب الأسانسير والجو ده ده حقيقي وخصوصا مع تقدم السن بتزيد المشكلة وليها آلام وهي نوع من أنواع التهاب المفاصل نتيجة تآكل الغضاريف عليها بزيت الزيتون تدفيه وتدعك بيه مكان الألم وبرده زيت الجنزبيل ممكن وزيت الخردل ممكن ده بالنسبة الحاجات اللي هتستخدمها على الجسم بالنسبة اللي هتستخدمه على الأكل تستخدم زيت الزيتون في أكلاتها تشرب بردقوش لأنه مضاد للالتهاب تحط الكرفس في السلطة وفي الشوربة لأنه برده مضاد للالتهاب تحط الكركم في الرز زي ما حضرتك عامل كده النهاردة لأنه برده مضاد للالتهاب تحرص على تناول منتجات الألبان وتشرب مية كتير وتحاول ترتاح بقدر المستطاع حلو الله